بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن الحسن رضي الله عنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله عز وجل 100 رحمة، وأنه قسم رحمة واحدة بين أهل الأرض فوسعتهم إلى آجالهم، وذكر 99 رحمة لأوليائه، والله عز وجل قابض تلك الرحمة التي قسمها بين أهل الأرض إلى 99، فيكملها 100 رحمة لأوليائه يوم القيامة. وذكره مرفوعا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جندب البجلي رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها، ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقولون هذا أضل أم بعير؟ ألم تسمعوا ما قال؟ قالوا: بلى. قال: لقد حضرت رحمة الله، لقد حضرت رحمة الله واسعة. إن الله خلق 100 رحمة، فأنزل الله رحمة واحدة يتعاطف بها الخلائق جنها وإنسها وبهائمها، وعنده 99، أتقولون هو أضل أم بعير؟ وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة يرحم بها عباده. هذه الأحاديث مسند الإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فيها سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، ورحمته العظيمة الواسعة التي وسعت كل شيء، كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الرحمة يكتبها الله عز وجل لمن دخل في دين الله سبحانه وتابع النبي صلوات الله وسلامه عليه، الذين يؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين يخافون من الله سبحانه، الذين يثقون في رحمته ويخافون من عذابه. فهنا الأحاديث التي جاءت، منها حديث الحسن البصري بلاغا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله من طريق آخر عن محمد بن سيرين وخلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله عز وجل 100 رحمة. هذا جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث جندب بن عبد الله البجلي، وجاء من حديث سلمان الفارسي وغيرهم، جاء عنهم هذا الحديث اللي فيه رحمة رب العالمين سبحانه العظيمة الواسعة التي وسعت كل شيء. قال لله عز وجل 100 رحمة، وأنه قسم رحمة واحدة بين أهل الأرض فوسعتهم إلى آجالهم. حتى تتخيل كيف تكون رحمة الله عز وجل يوم القيامة، والرحمة التي في الدنيا التي يتراحم بها الخلق، الأم ترحم ولدها، الأب يرحم ابنه، الداب الوحش يرحم ولده، هذه الرحمة اللي في قلوب الخلق كلهم، هذا جزء من رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، جزء واسع هؤلاء جميعهم، كل الخلق، كل إنسان في قلبه شيء من الرحمة، منهم من تكتمل فيه الرحمة ومنهم من تقل فيه الرحمة، لكن أقل ما فيها أن الوالد أو الوالدة ترحم ولدها، هذا جزء من الرحمة. هذا الذي قسم بين الخلائق في هذه الدنيا من أول الخلق لغاية ما تقوم القيامة، التي يتراحم بها الإنس، يتراحم بها الجن، يتراحم بها الدواب، يتراحم بها الهوام، يتراحم بها خلق الله عز وجل، هذا جزء من 100 رحمة، جزء من 100 رحمة جعله الله عز وجل في هذه الدنيا، بها يتراحم الخلق.
وادخر 99 جزءا ليوم القيامة ليرحم عباده وأولياءه، يرحم المؤمنين يوم القيامة. فهذه رحمة عظيمة واسعة. فالإنسان لو علم رحمة الله عز وجل لطمع الكافر في رحمة رب العالمين سبحانه، ولا تكون للكافر رحمة يوم القيامة. إنما الله عز وجل حضر عنه رحمته، حضر عنه جنته، لأنه كفر ومات على الكفر والشرك. فيعلم الإنسان رحمة رب العالمين فيبادر في الدنيا للتوبة، ويبادر لطلب ورجاء هذه الرحمة. ولو يعلم المؤمن ما عند الله عز وجل من عذاب ما طمع في الجنة إنسان المؤمن. حين يعلم ما عند الله من عذاب، وعلى أي شيء يعذب يوم القيامة، وكيف يحاسب الناس على الصغير والكبير، على النقرة والقطمير، على كل شيء يحاسب الله عز وجل يوم القيامة، لو علم المؤمن ذلك ظن أنه لن ينجو يوم القيامة. لذلك كما ذكرنا قبل أن الإنسان المؤمن بين الخوف والرجاء، يخاف من عذاب الله عز وجل ويرجو رحمة الله. فهذه من الأحاديث التي فيها الرجاء، اللي الإنسان المؤمن حين يسمعها يرجو رحمة الله سبحانه ويثق في عفوه وفي فضله سبحانه. فهنا قال: والله عز وجل قابض تلك الرحمة، يعني التي في الدنيا، التي قسمها بين أهل الأرض إلى 99، فيكملها 100 رحمة لأوليائه يوم القيامة، ليست لأعدائه وإنما لأوليائه، للمؤمنين وليست للمشركين. من مات مؤمنا حتى وإن وقع في الذنوب والمعاصي فالله عز وجل يغفر ويرحم ويتجاوز، حتى وإن عذبه في النار فإلى أمد معدود وإلى أجل محدود الله عز وجل يخرجه من النار ويدخله الجنة برحمته، وهو أرحم الراحمين سبحانه. فهنا لله عز وجل 100 رحمة تكمل هذه الرحمات يوم القيامة، فيرحم بها أولياءه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه. من الأحاديث حديث آخر لجندب البجلي قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها، ثم صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلق عقالها. يعني هذا الأعرابي جاء وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين انطلق. هذا الأعرابي لما ركب نادى بيدعو ربه بصوت عالي، يدعو ربه: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا، يعني خير رحمنا ومحمد بس ما ترحمش حد تاني. هذا الإنسان حين يقول ذلك يعني بلغ بك الحسن الظن في نفسك لهذه الدرجة، أنت بس لتنجو وغيرك كل هالك، أنت بس ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكلي بعث الله عز وجل محمدا إلى الخلق، إذا كان حيرحم محمدا فقط إلزم يبعثه الخلق جميعهم. هذا الأعرابي جاهل أحمق مغفل، لما قال هذا الشيء تعجب له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في هذا الحديث قال: أترون هذا أضل أم بعيره؟ هو ده أضل ولا الجمل اللي ركبه؟ من فيهم يفهم عن التاني؟ الاثنين أضل من بعض، هو والجمل بتاعه أضل من بعض، لا يفهم شيء هذا الإنسان. لقد حضرت واسعة، نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك: لقد حضرت واسعة، حضرت منعت أحط حجرت واسعا رحمة رب العالمين الواسعة، بجهلك وبغبائك حجرت فدعوت هذا الدعاء الذي أخطأت فيه: ارحمني ومحمدا، ولا يعني عذب الخلق كلهم وارحمني أنا ومحمد فقط، كأنه يظن أن الجنة دي دوبك على قده هو ومحمد بس، دخلنا الجنة وبقيت الخلق دخلهم النار والعياذ بالله. فاستحق أن يقال عنه ذلك. فقال: أتقولون هو أضل أم بعيره؟ أم بعيره كان الحديث كله صحيح، رواه أبو داود، والجزء أتقولون هو أضل أم بعير، هذه كلمة معروفة عند العرب، أن فلان أضل من بعير إذا كان لا يهتدي، البعير إذا أطلق وذهب إلى مكان بعيد ما يعرفوش خلاص يضيع البعير وما يرجعش، فعند العرب يقولون ذلك. كان إسناد فيها للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة ضعيفة. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حضرت رحمة الله، أو رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة، حجرت وحضرت هذه الرحمة التي هي واسعة رحمة رب العالمين. إن الله خلق 100 رحمة فأنزل الله رحمة واحدة، يبقى الرحمة التي أنزلها الله عز وجل إلى الدنيا هذه رحمة واحدة من 100 رحمة
أوجدها الله سبحانه وتبارك وتعالى، تكمل يوم القيامة ليرحم بها خلقه سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث حديث آخر لسلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق، فبها تعطف الوحش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة. وهنا في حديث سلمان موافق لحديث أبي هريرة، كلها في هذا المعنى أن الرحمة يوم القيامة عظيمة واسعة لمن رجى رحمة الله عز وجل وعمل من أجلها. أيضا حديث آخر لأبي هريرة رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد، ما طمع في الجنة أحد. هنا دائما المؤمن بين الخوف والرجاء، يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، كانوا لنا عابدين. الأنبياء السابقون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هذه صفاتهم، الله عز وجل يخبر عنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، يرغبون في رحمتنا، يرغبون في جنتنا، ورهبا يرهبون ويخشون عذابنا، يخشون النار، يخشون العقوبة يوم القيامة. هؤلاء الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، كانوا لله عز وجل خاشعين عابدين. هنا في حديث أبي هريرة أن المؤمن لو يعلم ما عند الله من العقوبة، العقوبة على إيه؟ العقوبة على كل ذنب، الذنب الفلاني عقوبته كذا، ذنب الفلاني عقوبته كذا، والعقوبة شكلها إيه؟ نار وقودها الناس والحجار، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمؤمن لو يعلم، بمعنى يستحضر هذا العلم ويستيقن بذلك، لم تنع من معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو يعلم علم اليقين، وكأنه يشاهد الجحيم ويشاهد النعيم، يشاهد رحمة الله ويشاهد عذاب الله، لو يعلم ذلك يقينا قال: ما طمع في الجنة أحد، ما طمع في الجنة أحد. كل إنسان يخاف من النار أن يدخله الله عز وجل النار. لو علم قد إيه يكون عذاب رب العالمين يوم القيامة، شكلها إيه نار جهنم هذه، ملائكة الله عز وجل الذين لا يعصون الله، لو قارن نفسه بهؤلاء الملائكة الذين لا يعصون الله طرفة عين، فهذا هم لا يطمع في الرحمة، قال: ما طمع في الجنة أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد، لم يقنط من جنة الله عز وجل أحد. لو الكافر علم أن الله عز وجل يعفو ويتجاوز كان هو أيضا طمع في رحمة الله، ولكن الكافر لم يطمعه الله عز وجل في رحمته، لأنه قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكافر الذي يموت كافرا لا رحمة له، الله عز وجل قطع عنه وحجر عنه الرحمة، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولكن قبل الوفاة، قبل الوفاة الرحمة مفتوحة للجميع، من تاب وأناب، من أسلم ورجع إلى الله عز وجل، فالله يقبل ويتجاوز سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: خلق الله 100 رحمة، فوضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله 99، وعند الله 99 يقسمها على خلقه يوم القيامة. فإن كانت الرحمة الواسعة في الدنيا وسعت هؤلاء جميعهم، فكيف بيوم القيامة 100 رحمة؟ رحمة الله عظيمة واسعة. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه رواه الإمام أحمد وأيضا رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينجي أحدكم عمله، لا ينجي أحدكم عمله، يعني مهما عملت من أعمال عملك ليس هو الذي ينجيك يوم القيامة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا أنا عملي ما يسويش إن أدخل الجنة، وهذا من باب هضم النفس والتواضع والصدق في القول، أن دخول الجميع الجنة برحمة الله عز وجل بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كأن الأعمال، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، الأعمال أسباب لدخول الجنة وليست أثمانا للجنة، ليس العمل ثمنا للجنة. أي عمل هذا الذي يكون ثمنا تدفعه؟ قل ربنا اديني الجنة، ما أنا دافع الثمن، لا،
عملك ليس ثملا للجنة. ولذلك لو وزنت هذه الأعمال التي تعملها مع أقل نعم الله عز وجل عليك في نظرك، نعم الله كلها عظيمة، ولكن الإنسان ينظر إلى هذه نعمة أقل من هذه وهذه نعمة أكثر من هذه، فلو نظر إلى شكره مع هذه النعمة لوجد نفسه لم يعطي النعمة حقها، لم يعطي النعمة حقها. فلذلك الإنسان مقصر في طاعة الله، مقصر في شكر الله، مقصر في طلب رحمة الله. لما يجي يوم القيامة ربنا يرحمه ويدخله الجنة، هيدخله برحمة سبحانه وتبارك وتعالى، ليس بثمن من عمله، وإنما عمله سبب. سبب أنت أسلمت، إسلامك سبب لدخول الجنة، أنت أحسنت، إحسانك سبب لدخول الجنة، فيدخلك الله عز وجل جنته برحمته بسبب ما عملت من أعمال. أما أن يتخيل العبد أنه دفع الثمن يبقى هنا عملي يساوي دخلني الجنة ومحدش لي عندي شيء، أدخل الجنة إن دفع الثمن، لا لا هذا لا يكون أبدا. فلا يدخل أحد الجنة إلا برحمة رب العالمين. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم طيب إحنا ماشي وانت كمان، فكان الجواب وأنا أيضا صلوات الله وسلامه عليه، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. في رواية كرر ذلك مرتين أو ثلاث مرات، قال إلا أن يتغمدني ربي منه بمغفرة ورحمة، ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي منه بمغفرة ورحمة، وكررها ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم فسدلوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا، والقصد القصد تبلغوا. هذا الحديث العظيم يدلك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع. لا تيأس، لا تقنط من رحمة رب العالمين سبحانه. بأول الحديث أنه لن ينجو أحد بعمله، يمكن الإنسان ييأس بقى طب ما هنعمل إيه، ويقول لك لا سدد سدد أحسن. والسداد تتخيل من تسديد الرمح، البيئة اللي هم فيها، الجهاد في سبيل الله، لما يجاهد يسدد، ينشن صوب الرمية بتاعته، هذا التسديد. سددوا، يا إما أوصل للسداد تصيب الهدف مباشرة، أو على الأقل قارب، إذا ما وصلتش الهدف يبقى جنب الهدف، يبقى أنت عملت ما عليه. فكذلك في العمل، قد يعمل العبد فيصل للنتيجة التي يحبها الله، وقد يريد ولا يصل، وقد يريد ولا يصل، ولكن الله علم من نية هذا العبد أنه أراد فيعطيه الأجر على ذلك سبحانه وتبارك وتعالى. فذلك قال سددوا وقاربوا، قال واغدوا وروحوا، واغدوا وروحوا، يقول الغدو أول النهار، الفجر اذهب صلي صلاة الفجر، اجلس اذكر الله عز وجل بعد صلاة الفجر، وروحوا في العشية صلي صلاة العصر، صلي المغرب، صلي صلاة العشاء. كأنه هنا المقصد فيها أن الإنسان إذا أراد أنه يعمل كل شيء لن يقدر، لن يقدر، يصعب عليه. فذلك جاء في رواية للحديث قال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني لو أن إنسانا شدد على نفسه وقال هنعمل كل حاجة، فرائد ونوافل كل شيء، هنا الوقت لن يسع إنك تفعل كل شيء، كل شيء يصعب، يبقى مش هتنام الليل، إنك هتلاقي أوقات الليل أول الوقت ليه فضيلة، نص الوقت ليه فضيلة، ثلث الأخير ليه فضيلة، هتقوم الليل كله. يجي بالنهار هتلاقي الأعمال أعمال كثيرة جدا، من صيام، من صلاة، من زكاة، من بر، من تقوى، من أمر معروف نهي عن منكر، من إصلاح بين الناس، من جلوس في الناس، من كثير جدا تعمل كل حاجة، مستحيل مستحيل تفعل كل شيء. فإذا غالب الإنسان لا أنا أقدر أعمل كل حاجة، يغلبك الدين، يغلب الأوامر والنواهي كثيرة جدا تغلبك، لا تقدر على الجميع. كإنسان قام يصلي الليل كله، أقوم الليل كله أصلي، فلما جاء عند الفجر غلبته نفسنا، ضيع صلاة الفجر. فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لا ما تشقش على نفسك الرحمة، ارحم نفسك، عليك القصد، القصد اقتصد، يبقى لا أن أنت تفرط وتترك، ولا تفرط وتغالي، ولكن خليك وسطا. الوسط جميل، يبقى هنا الإنسان المؤمن يتوسط، عليك القصد، القصد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وداك هذه أو هذا التمثيل على وجه الاستعارة في كلامه صلى الله عليه وسلم عليه، قال سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد، والقصد القصد. كأن الصورة صورة إنسان مسافر، إلا عايز يسافر هيعمل إيه؟
اللي مسافر لا الجو شمسه حار جدا، طب اصبر شوية على ما تبرد الجو وخلينا بعد العصر نسافر، خلينا بالليل. شيء من الدلجة، الأرض تطوى بالليل، طب خلي السفر بتاعنا بالليل تطوى فيه الأرض، قالك عليك القصد، القصد أخذت الليل كله مسافرا تتعب في ذلك، ولكن عليك القصد، القصد. فكما أنك إذا أردت أن تسافر بتجهز العدة بتاعتك للسفر، وإنت في الطريق بتاخد بالك إمتى تسير وإمتى تقف وإمتى تستريح وإمتى تنام، كذلك في سفرك إلى الآخرة. هذه الاستعارة اللي في هذا الحديث، تشبيه الدنيا بما فيها من استعداد للآخرة بإنسان يسافر يريد أن يصل إلى مكان ومش عايز يتأخر عن هذا المكان، يقوم يستعين بالقصد، يستعين بأنه الروحة يروح يغدو في أول النهار ويغدو في آخر النهار، وشيء من الدلجة كمان علشان يسافر يوصل. كذلك يقول لك أنك علل نفسك بالشيء شيء ورا شيء حتى تصل إلى النجاة وإلى رحمة الله. نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا برحمته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.